مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. لو سألتكم من هو الجنرال خالد النزار، سيجيبني أغلبيتكم بأنه مجرم تسبب في قتل 250,000 جزائري، وهذه هي الصفة التي يعرفه الأغلبية بها. لكن لو سألنا أنفسنا، من هم هؤلاء 250,000؟ من يكونون؟ لماذا تسبب وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار في وفاة 2050 أو 250,000 جزائري؟ لنتكلم عن خالد نزار قبل 1990. من هو خالد نزار قبل 1990؟ خالد نزار في زمن الرئيس التاريخي للجزائر الزعيم الراحل هواري بومدين كان رجل ثقة، وثق به الراحل هواري بومدين وكلفه بمهام كبيرة ومهمة أيضا للدولة الجزائرية، وقد نفذها اللواء خالد نزار بكل أمانة. وبعد أحداث التسعينات وحدث ما حدث، ثم مجيء بوتفليقة، وبعدها خروج اللواء نزار من الجزائر واستقراره بأوروبا، وكان باستطاعته كشف ما حدث في التسعينات لكنه لم يفعل، كما كان باستطاعته كشف أسرار عن المؤسسة العسكرية لكنه أيضا لم يفعل، وكان يمكن أن يتحدث ويدافع عن نفسه ضد التهم المنسوبة إليه لكنه كذلك لم يفعل، واكتفى بخطاب واحد ووحيد، وكان خالي وجاف تماما من أي أسرار عن الدولة وعن الجيش. وعندما تم استدعاؤه إلى أرض الوطن عاد بدون تردد، هذا وهو مستعد لمحاكمة عادلة أمام القضاء الجزائري سواء العسكري أو المدني. لنستمع إلى مزيد من التفاصيل من بنسديرة ونعود إليكم. الشباب اللي راهم الآن، نعطيكم واحد الكلمة والله نعاودكم، والله كيت صلح الله يرحمه راهو ميت، الله يرحمه، يعني ما عنديش مسكين معاه اي مشكل شخصي، ما عنديش، وانا كنت وما زلت اشفق عليه لانه جاهل ولانه امي لعبوا به الخونه وورطوه وقتلوه بالقنطه، مات بالقنطه والزعاف، مات بالدمار بعد ما اكتشف الخيانه، بعد ما اكتشف الخيانة. لكن نقول لكم هذا السر ما احتفظ به نفسي أنا، نقول لولادي وأحبائي، بالرغم من أنه ليس السر، يعني هو معلومة معروفة عند الناس كل، لكن أنا الناس اللي نقعد معاهم نقول لهم يا ناس، أنا لست أكثر وطنية ولست أكثر حنكة سياسية وعسكرية وأمنية واستراتيجية من المرحوم هواري بومدين. هواري بومدين الله يرحمه، اللي لا يختلف أي جزائريين داخل أو خارج الوطن أنه زعيم دولي، العالم كله وقف لبومدين في هيئة أمم متحدة، وهو الزعيم العربي الأوحد الذي هز عرش الأمم المتحدة، لم يحدث قبله ولا بعده، ما دارها لا جمال عبد الناصر ولا فيصل الملك السعودي الله يرحمه ولا أي زعيم. الزعيم الوحيد اللي حرك الأمم المتحدة وناط كامل تصفق له هو هواري بومدين. الجزائر أي جزائري يتكلم عن بومدين يقول لك زعيم. إذا كان هواري بومدين، وما أدراك ما هواري بومدين، يعرف قيمة الرجال. لما الجزائر خاضت حرب مع مصر ضد الكيان الصهيوني، كان عنده عدد كبير من الضباط في الجيش، أرسل ضابطين اثنين على رأس القيادة العسكرية
هذين الضابطين، الأول جنيزية والثاني خالد نزار. جنيزية وخالد نزار طبعا بالإضافة إلى عدد آخر من الضباط اللي كانوا طبعا يحياوي وكذا 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 جماعة، لكن اللي كانوا في الصفوف الأولى كان خالد نزار في حرب استنزاف. كان خالد نزار بومدين لما فكر في تأسيس مدرسة لتكوين ضباط الساعقة قوات الخاصة لبارا، بومدين فكر في إنشاء مدرسة لتكوين ضباط قوات الخاصة لبارا مباشرة. كلف واحد الضابط اسمه خالد نزار، قال له واروح انت الضابط خالد نزار، روح. كان شاب صغير طبعا، اروح انت انا شفت بلي عندي معلومات وكذا، انت مكلف بتأسيس وتكوين مدرسة لقوات الساعقة قوات الخاصة لبارا الآن في بسكرة. وهو اللي اختار بسكرة، خالد نزار هو اللي اختار منطقة بسكرة، وهو اللي دا الوفد الأول إلى روسيا وداروا على العمليات، وكان معاهم يعني من بين الناس اللي كانوا معاهم عمار ديقة الله يرحمه من بعد فيما بعد مات، معروف قصته، وفي عدد كبير من بين التلاميذ نتاعو اللي كونهم خالد نزار، الطلبة التلاميذ اللي قراهم خالد نزار وكونهم ثاملية قائد القوات البرية الآن، عليمية الله يرحمه، عبد الرزاق الشريف اللي راهو في السجن اللي كان قائد الناحية العسكرية الرابعة، وعدد كبير من كبار الضباط في القوات الخاصة لبارا اللي هي القوة الضاربة في الجيش خاصة في القوات البرية. في فترة 75 الضابط هذا اللي اسمه خالد نزار كان يدرس في المدرسة الحربية في باريس، سيسير ولا سيسير ولا ايش اسمها المدرسة الحربية، كان يدرس فيها ضابط كان باش يجيب رتبة ليتا ماجور اللي هي القيادة ولا اسمها القيادة العسكرية، مش عارف مش عسكري، المهم كان يدرس في الكلية الحربية في باريس. بومدين لما قرر انه يقود عمليات انتحارية، عمليات هجومية دفاعية في القلب او في التراب المغربي، قال لهم جيبوا لي خالد نزار، ورا خالد نزار، قالوا في التكوين في فرنسا، قال لهم جيبوه، استدعاوه خصيصا من باريس لقيادة عملية نوعية في قلب المغرب. وبومدين هو اللي خالد نزار هو الذي قاد العملية والذي نفذ العملية من بينهم عمار الديقة الله يرحمه، اللي هو اللي راح جاب وبومدين سماه عمار الديقة لأنه دار ديقة، جاب عدد كبير من الجنود المغاربة. هاتي المحطات اللي بومدين الله يرحمه يستنجد بضابط اسمه خالد نزار في حرب إسرائيل، في تكوين مدرسة الضباط القوات الخاصة، في حرب الجزائر مع المغرب، حرب أمقالة. واحد كما هذا يجيني واحد منتن بوخلونة مصنان بوالي بول تحته، سواء كان صحفي بوال طحان رخيص أو مدني أو عسكري أو حتى أستاذ الصحافة، يجي يقول لي خالد نزار من ضباط فرنسا ومن الطابور الخامس من خونة، يا طحان من شنو اللي كلفته؟ كلفه بومدين، يعني نخلي كلام ربي سبحانه وكلام زعيم بومدين، زعيم بومدين، ونسمع كلامك انت يا بوال يا منتن يا مصنان؟ بومدين لو كان لقى هذا خالد نزار بلي ما يصلحش وماهوش ضابط كفؤ وماهوش ضابط وطني ومن خونة ومن ما يعطيش مهمات صعبة، يروح يحارب إسرائيل، يكون ضباط للقوات الخاصة، يبعثوا يروح يدير عمليات خاصة في أمقالة. السؤال ما تروح لحبيت نسأل الجماعة هذو ولا راهم يتكلموا، أعطوني في تاريخ الجزائر، في تاريخ الجزائر حادثة حدثت لبومدين مع القايد صالح، جبدوا لي حاجة، صورة مع القايد صالح مع بومدين، صورة القايد صالح الله يرحمه كلفوا بومدين راح حارب في ضد إسرائيل، راح حارب مش راح كون مدرسة لقوات خاصة، راح كون مدرسة لتربية القطط،
راح مكون مدرسه لتربيه الكلاب المشرده، واش دار؟ واش دار؟ قايد صالح الله يرحمه وقتاش تعرف؟ تعرف في 2005 لما نحى محمد العماري وجاب واحد اللي بالنسبه لبومادي بالنسبه للشال البوتفريقه بات ايديسي، لا يناقش لا يرفض الاوامر ولا يجادل ولا 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 ولا، فقط يطبق الاوامر بالدوزير، قال الاتاك الاتاك، هذا هو حقيقة، حقيقة اللي تعجبكم وتعجبكم تضرب راسك على الحياة. شنو عندي لك أنا نعطيك الحقيقة. دوك أنا تجي تقول لي بومودي غلط في حرب إسرائيل، ممكن غلط في تكوين مدرسة الضباط اللي يسموهم القوات الخاصة، زاد غلط في حرب أمقالة ويبعث خالد نزار، ومن بعد زاد غلط الشاذلي ثاني عينه قائد قوات حفظ الأمن لما انفلت الامن في 88، لانه كان مسؤول على قوات حفظ الامن هو خالد نزار، شكون اللي جابو؟ جابو الشاذلي، يعني الشاذلي ثاني ما يسواش، بومدينه ما يسواش، ومن بعدك اعطالو قياده القوات البريه سيفتي، ومن بعدك اعطالو وزير الدفاع. وش هاد القوه اللي عند خالد نزار؟ وش هذا قارئ علم الزمياطي؟ سحر بومدين وسحر الشاذلي ثم انقذ الجمهوريه. هؤلاء المرخص تحاحنا كي تقول لهم باللي خالد نزار سيف الله المسلول، نعم خالد نزار سيف الله المسلول الذي انقذ الجمهوريه، وما وكم نحن بحاجه الى خالد نزار في 2022. نعم الجزائر بحاجه الى رجل مثل خالد نزار في 2022 حتى يضع حد للخونه والمجرمين وطحاحنا والمرخص مثل ما فعل في 1992. تحية إجلال وإكبار وتحية احترام للمجاهد البطل اللواء خنزة. إذن كما سمعنا مشاهدينا الكرام، فوزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار كان رجل ثقة عند الزعيم التاريخي الراحل هواري بومدين، فقد كلفه بمهمة المشاركة في حرب الاستنزاف العربية الإسرائيلية، وكلفه أيضا بعدها بتأسيس سلاح القوات الخاصة التي هي اليوم تضم أقوى العسكريين وأكثرهم خبرة في القتال على أرض الميدان، كما كلفه أيضا بإعادة جنود الاحتياط الذين اختطفتهم عساكر الملك المروكي الحسن الثاني. وبدوره خالد نزار كلف خيرة الضباط آنذاك الملقب بعمار الديقة، وقد نجح في المهمة وحرر الرهائن ومسح ثكنة مروكية عن آخرها وعاد بجنود الجزائريين، إضافة إلى عدد كبير من الأسرى المراركة. وبعد كل هذا فإننا نفهم بأن الزعيم الراحل هواري بومدين كان يثق باللواء المتقاعد خالد نزار، ونحن كمواطنين عاديين لا يمكن أن نحتج على بومدين لماذا كان يكلف خالد نزار بمهام صعبة ومصيرية مثل هذه، لأن الرجل نجح في كل المهمات الموكلة إليه. ولا يمكننا سوى أن نؤمن بأن خالد نزار كان من المقربين للراحل هواري بومدين، أي مقربة في إطار العمل، ونحن لسنا أكثر وطنية من الرئيس الراحل هواري بومدين، ولا نعرف أسرار المؤسسة العسكرية أفضل منه. وبعد بومدين أتى الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وهو الآخر وثق في لواء خالد نزار وعينه وزير دفاع. إذن هذا خالد نزار لو كان رجل ما يصلحش لما كان من المقربين لزعيم تاريخي حكم الجزائر مثل الراحل هواري بومدين. تحية لهم جميعا، إلى اللقاء.